بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم بقلب سليم. وفي الحقيقة إن الكلام عن القلوب وأحوالها كلام يحتاج منا إلى تأمل كثير، فإن القلب كما هو معلوم محل التجلي ومحل نظر الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن الإنسان معتنيا بقلبه أشد العناية فربما ضيع نفسه عند الله سبحانه وتعالى. وقد عرفنا فيما ذكرناه من قبل أن الإنسان حمل هذه الأمانة التي تقتضي أن يقوم من أجل حفظها بإصلاح قلبه، فلولا أنه قام بإصلاح قلبه ما استطاع هذا الإنسان أن يقوم بأداء هذه الأمانة التي عرضها الله سبحانه وتعالى على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. لابد أن نعلم أيضا أن هذا القلب يحتاج منا إلى تفرغ لإصلاحه، ومعنى التفرغ لإصلاحه هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. بعض الناس يقول طيب كيف نتفرغ للعبادة وإحنا عندنا شواغل وعندنا سعي على الأرزاق والأقوات وعندنا عيال وعندنا مسؤوليات؟ أقول لحضراتكم التفرغ للعبادة ليس معناه الانعزال عن المجتمع. التفرغ للعبادة، ونحن والحمد لله في شهر من شهور العبادة، ونحن كذلك والحمد لله أيامنا كلها ينبغي أن تكون أيام عبادة. التفرغ للعبادة معناه أن تحول كل عمل من أعمالك إلى عبادة لله عز وجل. سعيك على رزقك هذا عبادة، قال الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. سعيك على أولادك وعلى زوجك وعلى أهلك أو على والديك هذا محض العبادة أيضا. عملك في إصلاح المجتمع، عملك في إصلاح الحياة، عملك في النهضة بأهلك وببلدك، هذا كله عين العبادة، هذا مطلوب شرعا. فقط ينبغي عليك أن تنوي، يعني أن تجعل نيتك لله سبحانه وتعالى، وستجد أن الله عز وجل يفتح عليك ويعطيك الأجر الجزيل. ومن خلال هذا كله يبدأ الإنسان في منظومة من العمل، هذه المنظومة المقصود منها هو إصلاح الظاهر وإصلاح الباطن. عندما ينصلح الظاهر ويعمل الإنسان مع إصلاح الظاهر على إصلاح الباطن يصير عبدا مثاليا، يصير عبدا ربانيا. وإحنا قلنا قبل كده إن مولانا عليه الصلاة والسلام لما أمر بطلب العلم عرفنا إن طلب العلم ده هو علم الظاهر والباطن، علم صلاح الظاهر والباطن. العلم الذي طلبه فريضة هو علم إصلاح الظاهر والباطن. وعلم إصلاح الظاهر والباطن علم قام به العارفون بالله، قام به عباد الله الصالحون. كنت قد قرأت قصة عجيبة، وهي في الحقيقة تدخل في جملة كرامات الأولياء. كانوا يذكرون عن رجل من الصالحين يقال له أبو الخير النيناني رحمه الله تعالى. وكان هذا الرجل مشهورا بالزهد ومشهورا بالصلاح. وكان هناك بعض أهل العلم من الفضلاء يسمع بهذا الرجل الصالح اللي هو الشيخ أبو الخير، الشيخ أبو الخير النيناني المعروف بالصلاح وبالزهد. فهذا الرجل الفاضل العالم يريد أن يلتقي بالشيخ أبو الخير الذي سمع عنه كثيرا. ذهب هذا الرجل الفاضل العالم إلى الزاوية الموجود فيها الشيخ أبو الخير،
فصلى خلفه صلاة المغرب. يقول: فلما صليت خلفه صلاة المغرب وجدته لا يقيم الفاتحة. يعني إيه لا يقيم الفاتحة؟ يعني هو رجل يقرأ كأنه رجل عامي، يقرأ الفاتحة على قدر المستطاع، ولكنه لا يقيمها على وجه الكمال من حيث التجويد ومن حيث التحسين ومن حيث الصوت ومن حيث الأداء، ولكن يقرأ على قده. فلما سمعت هذه القراءة، قراءة يعني كده على قدها، قلت لقد ضاعت سفرتي. ده أنا سافرت مخصوص عشان أقابل الشيخ أبو الخير ده اللي بيقولوا عنه رجل صالح وله كرامات، فلقيته كده خلاص. المهم خرجت من المسجد أو من الزاوية طبعا، قال: فوجدت أمامي سبعا، يعني حيوان مفترس. ممكن تكون الزاوية دي كانت في محل فيه مثلا صحراء أو بعيدة عن المساكن والبيوت، في مكان نائي، فممكن يكون فيه ذئاب، ممكن يكون فيه أسود قديما، ممكن يكون فيه كده أو كده. المهم إنه هو بيقول: فوجدت حيوانا مفترسا أوشك أن يلتهمني، وقبل أن يأكلني هذا الحيوان ويفترسني خرج الشيخ أبو الخير النيناني وهو يزعق في وجه هذا السبع ويقول: ألم آمرك من قبل ألا تتعرض لأحد من ضيوفي؟ انصرف، فإن الله سبحانه وتعالى سلطك على من يخاف غيره. قال الرجل الفاضل: ففي الحقيقة أنا تحجبت، فقلت له: كيف استطعت أن تسيطر على هذا السبع؟ فقال له الشيخ أبو الخير: أنتم شغلتم بإصلاح الظاهر ونسيتم إصلاح الباطن، وأما نحن فأصلحنا ظواهرنا وأصلحنا بواطننا، فأصلح الله ما بيننا وبين خلقه. قصة عجيبة فعلا، وهي غير مستبعدة على قدرة الله سبحانه وتعالى وكرامات الأولياء، معروفة ومشهورة وأثبتا للأولياء الكرامة، وهذا يعني معروف مشهور عند أهل السنة، يثبتون الكرامات للصالحين. ولكن انظر إلى المغزى من وراء هذه القصة، كيف يقول الشيخ إنكم شغلتم بإصلاح الظاهر ونسيتم إصلاح الباطن، أما نحن فشغلنا بإصلاح الباطن مع إصلاح الظاهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإصلاح ظواهرنا وإصلاح بواطننا، والمزيد إن شاء الله تعالى من أحوال قلوب الصالحين مع لقاء قادم قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.